السلام عليكم. زيارة وفد البرلمان الفرنسي والسفير الفرنسي إلى مأرب، زيارة تهدف إلى التعرف على الأوضاع عن قرب في إطار التحضير للمؤتمر الإنساني الدولي الذي يعتزم الرئيس الفرنسي ماكرون إقامته من أجل اليمن. هذه الزيارة الثانية لوفد أجنبي إلى مأرب، الأمر الذي يحمل معه دلالات سياسية مهمة لمصلحة هذه المحافظة التي باتت أنموذجا للمناطق المحررة، بل ويمكن أن تكون نافذة شرعية على العالم للاطلاع على جرائم الميليشيا وتقديم الضحايا للإدلاء بشهاداتهم أمام الوفود الأجنبية والعربية. مأرب لم تتحرر فقط من ميليشيا الحوثي، ولكن أيضا من الوصاية والتدخلات الخارجية التي أعاقت انطلاقة العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة الجنوب وقوضت تحركات الحكومة في تلك المناطق. هذا بالطبع لا يعني أن كل شيء في مأرب على ما يرام، لكنها على الأقل وضعت أقدامها على الطريق الصحيح. فهل بالإمكان تطوير هذا النشاط والاستفادة منه من المكانة التي تحظى بها مأرب لدى الرأي العام الغربي؟ لمزيد من التحرك على الصعيد الدبلوماسي والتشبيك مع المنظمات الدولية لاستمرار الزيارات إلى مأرب واستغلالها بشكل أمثل والعمل على نسخ تجربة مأرب في الجوانب الإيجابية أيضا إلى عدن والمناطق المحررة، نناقش ذلك مشاهدينا في هذه الحلقة من المساء اليمني بعد مشاهدة هذا التقرير. وفد برلماني فرنسي في مأرب يزور المحافظة المحررة ويطلع على انتهاكات حقوق الإنسان فيها. السفير الفرنسي في اليمن كريستيان تيستو الذي رافق الوفد يعد أول سفير يزور اليمن منذ 3 سنوات بعد مغادرة جميع البعثات الدبلوماسية جراء الانقلاب. الوفد البرلماني اطلع على الانتهاكات التي طالت الأطفال في اليمن واستمع إلى شهاداتهم. الزيارة هدفت إلى أخذ صورة مقربة عن الوضع الإنساني في اليمن، وذلك قبيل المؤتمر الإنساني الذي أعلن عنه الرئيس الفرنسي ماكرون والذي سينعقد في باريس أواخر يونيو القادم. أواخر العام الماضي زار وفد من الصحفيين الأمريكيين والأوروبيين محافظة مأرب للاطلاع على الأوضاع فيها كنموذج للمناطق المحررة. زيارات دولية ينتظر اليمنيون منها أن تسلط الضوء أكثر على الأزمة اليمنية وأن تعكس صورة المعاناة الإنسانية التي تسبب بها الانقلاب. فهل ستسهم هذه الزيارات الميدانية في تصحيح نظرة الدول الكبرى حول القضية اليمنية وإنهاء الانقلاب؟ فيما تتبلور مأرب كنافذة الشرعية للعالم، تغيب عدن التي يفترض أنها العاصمة المؤقتة للحكومة. غياب الأمن في عدن وانتشار الميليشيات المسلحة المدعومة من قبل التحالف فيها لم يساعد المدينة على أن تصبح عاصمة سياسية في الوقت الذي كان ينتظر منها أن تحتضن مقرات السفارات الأجنبية ومكاتب المنظمات الأممية والدولية. مراقبون يقولون إن فشل الشرعية والتحالف في خلق نموذج مثالي في المناطق المحررة قوى موقف الإنقلابيين في صنعاء وجعل المواطنين في صنعاء وعدن يتشابهون في القهر والمعاناة وسط خذلان الحكومة وتآمر الجيران. إذا مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا الصحفي خليل المليكي عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب، وسينضم معه آخرون في هذه الحلقة. بداية، مساء الخير أستاذ خليل. مساء النور، أهلا بكم وبضيوفكم الكرام. أهلا بك. إذا أستاذ خليل، يعني وفد فرنسي زار مأرب مكون من عضو مجلس الشيوخ الفرنسي وكذلك السفير الفرنسي لليمن، وهذه الزيارة هي مفتتح موضوعنا لهذا اليوم. ما الذي حمله هذا الوفد؟ نعم، أهلا بك أستاذ آسيا وبمشاهديكم الكرام. نعم، الوفد الذي زار مأرب أعضاء من مجلس الشيوخ الفرنسي وكذلك سفير فرنسا لدى بلادنا، هذا الوفد جاء للاطلاع على الأوضاع الإنسانية لينقل الصورة الكاملة للمؤتمر الإنساني الذي سيكون في الأيام القادمة في باريس،
وبرعاية فرنسا. نعم، الوفد جاء ليطلع عن قرب عن هذه الأوضاع الإنسانية، زار كثير من الأماكن، زار مخيمات النازحين واطلع على أوضاع النازحين الذين شردتهم ميليشيات الحوثي، وهم من أطراف صنعاء ومن ذمار ومن إب ومن تعز ومن كل مناطق اليمن الذين هربوا إلى مأرب، اطلع على أوضاعهم المعيشية والإنسانية واطلع على معاناة هؤلاء النازحين. كذلك زار مركز إعادة تأهيل الأطفال وهو للأطفال الذين عانوا ومعاناة شديدة جراء تجنيدهم من قبل ميليشيات الحوثي. هذه هي أهم وأبرز المراحل أو أبرز المناطق التي قام الوفد الفرنسي بزيارتها. كذلك التقى مع أمهات المختطفين حتى يأخذ الصورة الكاملة، وهذا ما سيكون ما سيبنى عليه التقارير للمؤتمر الإنساني القادم. نعم، إذا يعني هم جاءوا لأجل الإطلاع عن قرب على الأوضاع الإنسانية من أجل التحضير، يعني كما فهمت منكم، كما أعلن أيضا من سبب الزيارة للمؤتمر الإنساني الدولي الذي يعتزم الرئيس الفرنسي ماكرون إقامته. أود أن أسألك، ما هو الانطباع الذي خرج به الوفد إنسانيا بعد هذه الزيارات؟ سمعتني خليل؟ لو سمحت لو تعيد السؤال، فقدت الصوت. نعم، يعني أنت تحدثت يعني وأعلن أيضا أن سبب زيارة هذا الوفد هو الإطلاع عن قرب على الأوضاع الإنسانية لأجل التحضير للبرلمان الإنساني. أود أن أسألك، ما هو الانطباع الذي خرج به هذا الوفد، الانطباع الإنساني بالطبع عن الحالة الإنسانية الموجودة هناك؟ نعم، هذا ما تحدث به السفير الفرنسي بتصريح لوسائل الإعلام المحلية، أن يعني الوضع الإنساني في مأرب هو يمثل نقطة إيجابية أحسن من المناطق الأخرى، لكن هناك معاناة، وما اطلع عليه هو تجنيد الأطفال واستمع إلى شهادة الأطفال وإلى بعض الأطفال الذين يعاد تأهيلهم. هؤلاء الأطفال الذين انفجرت بهم ألغام وبعضهم أصيب في قصف للميليشيات الحوثية على محافظة مأرب وعلى محافظة الجوف، وكذلك الأطفال الذين زجت بهم الميليشيات الحوثية في الجبهات. هؤلاء أطفال لا زالوا في بين الثامن عشر إلى بين الثاني عشر إلى الرابع عشر. هذا هو الانطباع الذي عاد به الوفد من مأرب. كذلك مأرب قالوا بأن مأرب نقطة إيجابية في اليمن وأنها تمثل الأكثر استقرارا في الجمهورية اليمنية. نعم، إذا أستاذ خليل، يعني السفير الفرنسي كريستيان تيستو هو أول سفير يعني أجنبي يزور اليمن منذ مغادرة البعثات الدبلوماسية منذ أكثر من ثلاث سنوات. ما الذي تحمله هذه الزيارة، أو ما دلالة مثل هذه الزيارة، خاصة أنها أتت لمأرب لم تأتي إلى العاصمة المؤقتة عدن مثلا؟ نعم أستاذ آسيا، هذا هي النقطة الأهم، هو زيارة السفير الفرنسي وبحجم فرنسا إلى مأرب يدلل بأن مأرب تمتلك كل مقومات الدولة، الأمن، الاستقرار، التنمية، الإعمار، رؤوس الأموال الآن تتوجه إلى مأرب للاستثمار. هذه أهم العوامل وأهم الدلالات التي جعلت من مثل هكذا وفد يزور محافظة مأرب. مأرب الآن أصبحت قبلة لكل الأحرار من الجمهورية اليمنية، وكذلك للوفود الذين يقدمون إلى زيارة اليمن لا يأتون إلا إلى محافظة مأرب. هذا يدلل بأن مأرب تمتلك مقومات الأمن والاستقرار، وأن أي إنسان يأتي إلى هذه المحافظة يأمن على حياته، يأمن على نفسه، يأمن على ماله. وهذه أهم العوامل أو أهم الدلالات التي جعلت هذه الوفود تأتي إلى محافظة مأرب. نعم، يعني ومأرب تتحضر بهذا الشكل، وربما هي أصبحت نموذج حقيقي لحضور الدولة. ألا يستدعي ذلك يعني الشرعية أن ترفد هذه المحافظة بالاهتمام أكبر، بالرعاية أكثر، يعني سد الثغرات إن وجدت يعني في مأرب؟ هذه رسالة لابد أن تصل إلى الحكومة الشرعية، ولابد أن تصل إلى رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي. لابد من النظر أكثر إلى محافظة مأرب، لابد من فتح مكاتب للمنظمات الدولية في محافظة مأرب، كذلك لابد من فتح مكاتب للوزارات
في هذه المحافظة، لابد أن تكون مأرب هي الدولة أو التواجد الأكبر للدولة، والدولة الحقيقية هي تكون في مأرب، لأن مأرب يأمن فيها اليمنيون على حياتهم ويستطيعون من خلالها أن يوصلوا رسالتهم إلى العالم. وهذا لابد للحكومة أن تقوم به، أن تدعم مأرب ماديا وأن تدعمها معنويا. لابد للحكومة أن ترسل وزراء إلى محافظة مأرب وأن يمارسوا أعمالهم من هذه المحافظة. لابد أن يقترب الحاكم من المواطن حتى يستطيع أن يوفر له جميع الخدمات وأن تصل رسالة الجمهورية اليمنية إلى العالم. نعم، إذا خليل، يعني من وجهة نظرك أيضا، ما تأثير مثل هذه الزيارة على الصعيد الإنساني، خاصة فيما يتعلق بتجنيد الأطفال وأيضا الانتهاكات المتعلقة بهم؟ نعم، هذه الرسالة الأهم من زيارة الوفد، وهم أول من وصلوا أرادوا زيارة مركز إعادة تأهيل الأطفال، والتقوا بالأطفال وسمعوا إلى شهادتهم واستمعوا إلى شهادة مروعة من هؤلاء الأطفال الذين أخذتهم الميليشيات الحوثية من منازلهم رغما عنهم، وكذلك من مدارسهم، وكذلك بعض الأطفال الذين أصيبوا بالألغام كذلك زاروا مخيمات النازحين واستمعوا إلى هذه إلى شهادات مروعة من الأطفال الذين بعضهم فجرت منازلهم بعضهم طردوا من أماكنهم. سيكون لها تأثير إنساني كبير في المؤتمر الدولي إذا نقلت الصورة كما هي، وكذلك إذا نقلت الحكومة اليمنية صورة معاناة اليمنيين في كل المناطق، سواء المناطق المحررة أو المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية. إذا نقلت الصورة الحقيقية وتكاتفت الجهود واستطاعت الحكومة الشرعية أن تصل إلى المنظمات الدولية وأن تنقل الصورة الكاملة وأن يكون لدي فيها كل شيء موثق بالصوت والصورة وبالأعداد، هذا سيكون له أثر إنساني كبير في هذا المؤتمر القادم، وعلى الحكومة الشرعية أن تقوم بذلك على أكمل وجه. نعم، يعني ربما هذه الزيارة الغربية الثانية أستاذ فؤاد لمحافظة مأرب، ويعني تم تسليط الضوء على هذه المعاناة التي ويعني الانتهاكات التي مر بها كثير من اليمنيين عبر مأرب. هل يمكن القول الآن أن مأرب أصبحت النافذة الحقيقية للشرعية أمام العالم الغربي؟ هذا هو الواقع. نعم، هذا هو الواقع الآن، مأرب أصبحت هي النافذة الحقيقية للعالم الغربي، لأنها كما قلت سابقا بأنها تملك عوامل الاستقرار، الأمن، الاستقرار، إعادة الإعمار، الدولة الحقيقية موجودة في مأرب. وهذا ما قاله الوفد الفرنسي، بأن مأرب تمثل الوجه الحقيقي للدولة المدنية الحديثة، كل شيء يتواجد في مأرب، يتواجد كل ما تتواجد كل عوامل الدولة، وهذا ما جعل الوفود سواء كانت صحفية أو سياسية تمثل الدول الغربية جعلها تصل إلى محافظة مأرب وتترك المحافظات الأخرى، لأن مأرب تمتلك كل مقومات الدولة. نعم، لو تسألنا أخ خليل يعني عن ما هي أبرز الاحتياجات التي تحتاجها مأرب الآن لتقف على قدميها، خاصة يعني مع وجود عدد كبير من النازحين كما تفضلت، يعني أصبحت قبلة لكل من يعني لم يطب له المقام تحت سلطة الحوثي أو فر بنفسه أيضا. نعم، نحن ننقل الصورة الإيجابية عن مأرب، ولا بد أن ننقل ما تعانيه محافظة مأرب. مهما تحدثنا عن مأرب بأن الصورة الإيجابية، لكن لا زالت مأرب تحتاج إلى كثير من الأشياء حتى تقف على قدميها وتستقبل أكبر عدد من النازحين الذين يفرون من بطش الميليشيات الحوثية. يحتاج الناس هنا إلى إقامة مخيمات للنازحين، إلى توفير خدمات لهؤلاء النازحين. مثلا النازحون الذين زارتهم الوفود لا زالوا يفتقدون إلى خدمات الصرف الصحي في مناطق، يحتاجون إلى مياه صالحة للشرب، يحتاجون إلى مخيمات أكبر عدد. اليوم أكثر من 5 إلى 3 إلى 4 أسر تسكن في مخيم واحد أو في بيت واحد من هذه البيوت. كذلك لابد من النظر في الإيجارات في هذه المحافظة وغلائها، واستفراد ملاك العقارات برفع إيجارات الشقق والمنازل، مما يجعل هذه الأمور أكثر تعقيدا على هؤلاء النازحين الذين فروا بأنفسهم ولا يمتلكون أي شيء من مقومات الحياة. كذلك مأرب تحتاج إلى
إرشادات سياحية ما يشابه الإرشاد السياحي، تحتاج إلى فنادق أكثر، إلى إعادة إعمار أكثر حتى تستطيع الوفود الدولية القدوم أكثر إلى محافظة مأرب، كذلك يستطيع الناس أن يأتوا إلى مأرب أكثر. اليوم مأرب أصبحت مزدحمة بشكل كبير، إذا سافر أحد إلى محافظة مأرب لابد أن يحجز قبل يوم أو يومين أو 3 أيام فندق إذا أراد أن ينزل في محافظة مأرب. أصبح الازدحام أكثر في هذه المحافظة لأن أصبحت قبلة لجميع اليمنيين الذين يفرون من بطش ميليشيات الحوثي. نعم، إذا خليل، يعني ربما بالتزامن مع المناطق التي تحرر في الحديدة وهذه يعني الإنجازات التي يقوم بها الجيش الوطني والمقاومة أيضا، هل يعني نشعر أن الحديدة ربما أيضا ستكون مأرب بالنسبة لها نموذج للمحافظة المحررة، أم سيكون مصيرها يعني بما يدعو للأسف كمعدن؟ الحديدة ستكون كمأرب وهذا ما يأمله اليمنيون، ولديها أكثر المقومات أكثر من أي محافظة أخرى. هذا على الحكومة الشرعية بعد التحرير أن تشكل لجان تنزل إلى هذه المحافظات المحررة وأن تشكل مؤسسات الدولة. المواطن لا يريد شيء أكثر مما يريد وجود مؤسسات الدولة. في مأرب وجدت مؤسسات الدولة، لم توجد أي ميليشيات مقابلة لمؤسسات الدولة، وهذا ما جعل مأرب مستقرة أكثر وجعلها آمنة أكثر. كل المحافظات المحررة والتي تطمح إلى التحرير يريد المواطن فيها أن تكون مؤسسات الدولة حاضرة. إذا حضرت مؤسسات الدولة وحضرت أجهزة الأمن وحضرت أجهزة القضاء وحضر فيها المسؤولون الحكوميون ومثلوا مؤسسات الدولة تمثيلا حقيقيا، لن يستطيع أحد أن يتجاوز الدولة، لن يستطيع أحد أن ينتهك حقوق المواطنون. والمواطن اليمني يثق ثقة كبيرة بالجيش الوطني بأنه سيكون الأمل الكبير في إنقاذه من هذه الميليشيات الحوثية، وليس هناك إجراما أكثر من إجرام الميليشيات الحوثية هي التي انتهكت الإنسان اليمني والتي أوصلت اليمني إلى هذا الحد. واليمنيون يتفائلون كثيرا بالجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وهذا ما سيكون في الأيام القادمة. ونتمنى للحديدة أن تكون أكثر جمالا من أي محافظة أخرى، وهي عروس البحر الأحمر، وستكون عروسا إن شاء الله سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا لك خليل المليكي الصحفي، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب، ونتمنى أن يعني تكون الحديدة كما نريد لها نحن اليمنيين. وينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ ماجد المذحجي، المدير التنفيذي لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية من القاهرة. مساء الخير أستاذ ماجد. مساء النور، أهلا بك. وأود أن أسألك عن معلوماتك حول زيارة الوفد الفرنسي وأيضا وفد البرلمان الفرنسي والسفير الفرنسي إلى مأرب. مرحبا. بداية بالتأكيد يعني هذه الزيارة أولا مهمة بالطبع النوعي، أولا تعكس شكل من أشكال الحضور السياسي الدبلوماسي الفرنسي غير مسبوق. الفرنسيين عادة أكثر تحفظا من الأطراف الأخرى في اليمن، على الأقل على صعيد الدبلوماسي، لكنهم كسروا هذا الشرط وحضروا إلى مأرب. وطبيعة الوقت هي تعكس اهتمام مهم، نتحدث عن عضو في مجلس الشيوخ وعضو في البرلمان بالإضافة إلى السفير الفرنسي. واضح أن الزيارة على أهميتها تتقاطع مع الاهتمام الفرنسي التقليدي في مناطق الاستثمار النفطي في اليمن، الغاز والنفط وما إلى ذلك، ومارد تقع في صلب هذه الاهتمامات، ناهيك عن كونها تبعث رسالة سياسية متصلة بطبيعة الاستقرار الموجود في المحافظة. يعني المناطق الأساسية اللي اختبر فيها تمثيل الحكومة اليمنية مغلقة على الحضور الدبلوماسي الدولي بسبب اختلال يعني مشاكل أمنية، لكن ما قدمت المتجد كان مريح وأدى إلى حضور الفرنسيين فيها. تفضل. نعم، إذا هذه الزيارة هي تعد الثانية لوفد أجنبي إلى مأرب، برأيك ما هي الدلالات لمثل هذه الزيارة وما سبقها لمأرب؟ لا يمكن أن تأتي أي زيارة بدون تحضيرات مسبقة وبدون وجود سياق من التفاهمات، سياق التفاهمات السابق عليها، وهو شكل من أشكال تعزيز مركز سياسي من مكان. يعني دعني أقول لك بوضوح، حين تصبح مأرب مركز استقطاب سياسي لفاعلين أجانب أو مركز استرخاء يحضره ناشطين أو صحفيين أجانب، هذا يمنحها اعتبارا سياسيا، يمنحها دورا، يمنحها مقاما واعترافا. بضد هذه المستويات هي تحسب امتيازات الاداء الذكي لقياده مأرب. نعم. حتى الان طبعا هناك تحديات عده ايضا في هذا، في مأرب تحديات بالاخير، مأرب على خطوط تماس
معركة نشطة، في واحدة من أهم معركة النشطة، وهذا يبعث على القلق. أيضا موضوع سيولة حركة الإرهاب، هذا يبعث على القلق. لكن حتى الآن ما تقدمه من مارب من رسالة إيجابية هو أكثر من شيء آخر، لكن هذا يضطرب أيضا يؤدي إلى أنه هناك التزامات أعلى كيفية تطور تستفيد من الجاذبية التي أصبحت لديك. جاذبية سياسية، لا يمكن الرهان على بقائها دائما ما لا تكون هناك استجابة سياسية أفكا. بالأخير الدلالة الأهم في تقديري مارب تصبح مركزيا سياسيا مهمة في اليابان، ليست فقط حاضرة استقرار، لا ومكانا للنمو في بلد مضطرب، لكن أيضا تصبح مركز استقطاب سياسي ينافس مراكز الاستقطاب الأخرى. إذن أستاذ ماجد، يعني برأيك ما هي انعكاس هذه الزيارة على المشهد اليمني ورؤية فرنسا بشكل عام وأوروبا أيضا على الأزمة في اليمن؟ اللافت في القضية هو الفرنسيين الآن يبدو تحديدا في عهد ماكرون، الفرنسيين يقاوموا بتطوير ومقاربة دبلوماسية مستقلة لهم. صحيح انهم منضوين ضمن الاتحاد الاوروبي، ماكرون من مؤيدي الهويه الاوروبيه لفرنسا، لكن ايضا نحن نشهد انه ماكرون يريد سياسه فرنسيه اكثر استقلاليه، يعني لا يريد الالمان يتحركون لوحدهم، البريطانيين يتحركون لوحدهم، الان فرنسيين ايضا يتحركون منفردين. شهدنا هذا في ليبيا، والان نشهده في محطات اخرى، نشهده في بيروت في لبنان، نشهده الان الحضور الفرنسي الان في اليمن، هناك اهتمام فرنسي باليمن الان. هناك مؤتمر إنساني موجود في باريس سيعقد بعد شهر، هذه الزيارة إلى اليمن، طبيعة النشاط، اللقاءات والمؤتمر اللي حدث المصغر لمجموعة الخبراء اللي عقد في باريس قبل 3 أشهر، يعني أصبحت اليمن ضمن دائرة اهتمامات فرنسا. وبالنسبة لي هي رسالة غاية في الذكاء أن تبدأ باريس بطرق باب مارب لاستكشاف منافذ مستقرة في اليمن ممكن أن تبني عبرها صلات مهمة. نعم، إذن كيف تقيم أيضا رؤية المنظمات والجهات الدولية الحقوقية لحقوق الإنسان في اليمن، خاصة بعد اطلاع هذا الوفد على كثير من المآسي التي مر بها أطفال يمنيون في مسألة انتهاك حقوق الإنسان والأطفال أيضا في التجنيد؟ شوفي بصراحة موضوع ملف حقوق الإنسان هو ملف ضريع في اليمن، وكل الأطراف تتحمل فيه المسؤولية كلها بالاستثناء. فبالتالي هو مكان لا يتم عادة النفاذ فيه بسهولة عن هذه الانتهاكات وعن هذا الوضع. وهذه الزيارة بالأخير بتقديري هي اهتماماتها ولويتها السياسية اقتصادية أكثر من كونها اهتماماتها حقوقية. الآن أقصد مسار حقوق الإنسان يتم مطالبته ضمن الأجندة والصراع الدولي الموجود في جنيف وفي إلى ذلك، فيه كثير من القصص. لكن بما يخص تحديدا هذه الزيارة، لا أنا بتقديري ليست على أولوية الموضوع. فيما يخص الزيارة السابقة صحتنا إلى ذلك، موضوع ملف الإنسان يضع على صدارة دورية، تعرفي صناع الرأي العام عادة محمومين بقضايا حقوق الإنسان والانتهاكات المتبادلة. السياسيين على الأقل مهم تضع الأولويات الدولتية إذا صح الوصف على رأس الطاولة. نعم، إذن لو رأينا المشهد الكلي أستاذ ماجد، يعني زيارة هي تعد نوعية لمحافظة مأرب، الجيش الوطني يقف على مشارف الحديدة والمنظمات الدولية والأممية تتأهب لدواعي إنسانية في الحديدة أيضا، هل تغيرت المعادلة الدولية تجاه سحب الأرض من تحت أقدام ميليشيا الحوثي؟ لا، لا زالت المخاوف قائمة. الآن هي المخاوف ليش من الحوثي، يعني مع الموقف القلق دوليا حقوقيا، ليس قلقا على الحوثي هو قلقا على الناس. بالاخير ان تندلع معارك في بيئات كثيفه السكان هذا شيء مقلق يعني لكل الاطراف، وهم يشعر يعني الان المؤشرات تقول انه في 100,000 نزحوا في المعارك في الساحل الغربي خلال 3 أشهر. طبعا نحن لم نصل الى الحواسر الكبرى حتى الان، يعني تخيلي زبيد وبيت الفقيه ولم تدخل فيها المعركه المدن، اتحدث ما بالك بالحديده، فبالتالي في كارثه متوقعه انسانيا. هذا الذي يجعل هناك مخاوف دائما هناك، لكن بتقديري الامر تغير تحديدا يعني، ولذلك كانت تشتكي بالدول الكبرى لهذا الضغوط الانسانيه، لكن الامر تغير فيما يخص بعد الغاء الاتفاق النووي مع ايران من قبل ترامب. هذا الامر تغير، تقرر دائره المقاربه ونظرا ورفع الامريكان الفيتو فيما يخص معركه الحديده، تقديرا منهم انه البدء
بإيذاء إيران بين قوسين، يبدأ باليمن، وبالتالي معركة الحديدة هي واحدة من المعارك المهمة في إطار تقليل قدور إيران على ضفاف البحر الأحمر، وبالتالي توجه ضربة أولية لوكيلها في اليمن. نعم، إذن شكرا جزيلا لك ماجد المدحجي، المدير التنفيذي لمركز صناعة للدراسات الاستراتيجية، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. ومشاهدينا الكرام، بعد الفاصل سيكون معنا الكاتب والباحث فؤاد عامر عبر سكايب من فرنسا، فانتظرونا ولا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأرحب أيضا بضيفي عبر سكايب الكاتب والباحث فؤاد عامر من فرنسا. مساء الخير أستاذ فؤاد. مساء الورد، أهلا بك. أهلا بك أستاذ فؤاد. وبداية، ما هي الرسائل برأيك التي حملتها زيارة الوفد الفرنسي إلى اليمن؟ نعم، الوفد الفرنسي لليمن طبعا هو جاء لعدة أهداف، يمكن أن نقول يعني في 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 جدول هذه الزيارة. هناك الاستحقاق المتعلق بمؤتمر باريس، من الطبيعي أنه من الأدوات يعني السياسة الخارجية، بما أن فرنسا نشطة دبلوماسيا في هذه الأيام، وهي التي ستستضيف مؤتمر باريس في نهاية بعد شهر من الآن تقريبا، في نهاية شهر يونيو، هي تحضر لهذا المؤتمر، مؤتمر إنساني. من الطبيعي أن ترسل سياسيين للاطلاع عن قرب على الوضع السياسي والإنساني في داخل اليمن. أيضا في الجمعية الوفد الذي جاء من الجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس الشيوخ الفرنسي، دائما ما تطرح يعني من وقت إلى آخر، وإن كان بصورة محدودة جدا، أسئلة متعلقة بالوضع في اليمن. يتم استدعاء للحكومة الفرنسية بخصوص الوضع الإنساني والسياسي في اليمن. فمن الطبيعي هذه الزيارة استطلاعية لبحث الأمور عن قرب ودراستها من جميع النواحي، وتمهيدا لما سيتم في نهاية شهر يونيو كاستحقاق كبير، مثل استحقاق المؤتمر الإنساني الخاص باليمن الذي ترعاه باريس. نعم، إذا في الاتجاه المقابل يعني أستاذ فؤاد، يعني نعلم أنه كيف حظيت هذه الزيارة بترحيب إعلامي كبير في اليمن، ولكن في الاتجاه المقابل ما هي ردود أفعال التي تناقلتها وسائل الإعلام الفرنسية حول هذه الزيارة أو حتى الدبلوماسية والسياسية؟ نعم، هو اليمن حاضرة في لدى الميديا ولدى الرأي العام الغربي كقضية إنسانية أكثر مما هي سياسية، وهذا يعود لعدة أسباب، كثير من الأسباب، من ضمنها أنه مثلا مقارنة بالقضية السورية، اليمن ليست محل استقطاب دولي ما بين القوى الكبرى في مجلس الأمن مقارنة بالحالة السورية. وأيضا السبب الآخر أنه لا يوجد موجات كبيرة من النازحين، موجات كبيرة من اللاجئين من اليمنيين في اتجاه أوروبا، وهذا الذي أمر الذي جعل اليمن تطرح بشكل أساسي كأزمة إنسانية لدى الرأي العام الغربي والمجتمع الدولي بشكل عام. اليمن حضورها بشكل إنساني على الأقل من خلال متابعة يعني السياسة الأوروبية لما يحصل في بروكسل، في المجلس الأوروبي، في ستراسبورغ، البرلمان الأوروبي، ما يحصل أيضا في البرلمان الفرنسي. يعني خلال الفترة الماضية، تقريبا خلال السنة الماضية، لم يحصل سوى استدعاء واحد للودغيون اللي هو وزير الخارجية الفرنسي، وتم سؤاله عن الأسئلة قبل شهرين في بداية فبراير فيما يتعلق بالأسلحة التي تصدر إلى اليمن وحقيقة الوضع الذي يجري في اليمن. إذن انطلاقا من هذه الرؤية، اليمن تحضر بهذا المعنى، تحضر كأزمة إنسانية. هناك ضغط كبير من المجتمعات، من منظمات المجتمع الدولي على بروكسل، على المؤسسات الأوروبية، وأيضا على الحكومة الفرنسية. وهذا الضغط هو الذي دعا بروكسل ودعا الرئيس الفرنسي، باعتباره الآن هو
القائد الأوروبي الأبرز الذي يقود الدبلوماسية الأوروبية بالضغط على دول الخليج وعلى الأمير السعودي محمد بن سلمان حين زاره في داخل أبريل. وتم التنسيق لهذا المؤتمر يعني من كجزء من استحقاق هذا المؤتمر من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية، وجزء أيضا من امتصاص هذه الضغوط الكبيرة التي تقوم بها كثير من المنظمات الأوروبية ومنظمات المجتمع الدولي ضد المؤسسات السياسية الأوروبية للتحرك من أجل تخفيف الأزمة التي وصفت بأنها أكبر أزمة إنسانية شهدها العالم من بعد الحرب العالمية الثانية. نعم، يعني كيف تفسر أستاذ فؤاد يعني هذا الاهتمام الفرنسي مع التحفظ المعروف لدى الفرنسيين في اتجاه الأزمات بشكل عام، ولكن يعني نلاحظ هذا الاهتمام، يعني مثلا وجود هذا المؤتمر، هذه الزيارة، أيضا قبل فترة المؤتمر المصغر قبل عدة أشهر، يعني كل هذا الاحتفاء ما الذي وراءه برأيك؟ هذا طبيعي، يعني بلد بحجم فرنسا، طبعا فرنسا بأدوارها المعروفة كبلد فاعل في السياسة الدولية في ملفات كثيرة. الآن بالأمس مثلا كانت ترعى قبل يومين مؤتمر متعلق بالمصالحة في داخل ليبيا، خطة سلام مقترحة رعته باريس. قبل 3 أيام أيضا أو 4 أيام كان موجود فيما يتعلق بالملف الإيراني، موجود في داخل روسيا، فيما يتعلق بالأزمة اللبنانية، فرنسا الآن حاضرة بشكل كبير وهي التي تقود الدبلوماسية الأوروبية في هذه اللحظة. فمن الطبيعي الآن من ضمن الملفات التي تهتم بها أن تهتم أيضا بالملف اليمني، باعتبار حضورها كدولة منفردة ولها مصالحها الكبيرة، وأيضا باعتبار أنها تمثل السياسة الأوروبية في الوقت الحالي، بالنظر إلى أنه ألمانيا الآن بحكم انكفائها داخليا المستشارة ميركل بعد أن الانتخابات الأخيرة التي قلصت نوعا ما من الجموح الفرنسي بسبب صعود قوى يمين منافسة لميركل وأدى إلى تأخير تشكيل الحكومة، وأدى أيضا إلى كبح جموح السياسة الخارجية الألمانية في الخارج بشكل أو بآخر بشكل قريب. لاحظنا أن ألمانيا لم تشارك في الضربة التي كانت مع سوريا، وشاركت فيها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، وأيضا مع انشغال بريطانيا بتداعيات ما بعد البريكسيت. لذلك فرنسا من الطبيعي أن تقود العمل الأوروبي، تقود باعتبار الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا طبعا والصين أحد أهم الفواعل الدوليين في هذه الفترة، بالإضافة أيضا إلى المصالح. يعني في الأخير فرنسا هي المستثمر الأول في داخل اليمن، المستثمر الخارجي الأول في داخل اليمن، هي لديها تطلع، فرنسا موجودة في جيبوتي مع قواعدها العسكرية، موجودة أيضا في البحر مع سواء بشكل منفرد أو أيضا مع قوات تبع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالقرصنة، بمحاربة القرصنة في خليج عدن. فمن الطبيعي اليمن موقعها يفرض أن تكون موجودة على قائمة اهتمامات كثير من القوى الدولية. يعني نعم، إذا برأيك أستاذ فؤاد كيف يمكن للحكومة التقاط مثل هذه المواقف والتحركات الدولية من أجل تعزيز موقفها وشرعيتها أمام العالم، خاصة وأن الأمر يعني الجميع يعلم دوليا أنه مبني على العلاقات، كيف يمكن يعني اصطياد مثل هذه الفرصة؟ نعم، سؤال كبير ويحتاج يعني وقت كثير. اليمن لديها فرصة أن تقوم بالتقاط هذه الإشارة، يعني بالنظر إلى إذا استطاعت اليمن مثلا أن تبلور سياسة خارجية، يعني اليمن لازم أن تبحث لها عن شركاء. موقع اليمن الاستراتيجي، اليمن رابط بين الشرق والغرب، بين الشمال والجنوب، اليمن هي آخر نقطة من آسيا وأقرب نقطة إلى أفريقيا، هي مدخل إلى 300 مليون إنسان في داخل شرق أفريقيا، ومن ثم إلى القارة الأفريقية وسطها وجنوبها. هذا الموقع أحد 2 أو 3 مواقع في العالم لا تتوفر فيه، وبالتالي اليمن موجودة في العقيدة العسكرية الأمريكية وفي العقيدة العسكرية لحلف الناتو، يعني واحدة من الدول بموقعها التي تتحكم في كثير، يعني أرخبيل سقطرى، في اليمن، البحار السبعة. العالم بحاجة لليمن، وقد لاحظنا مسبقا مثلا كيف أنه محاولة روسيا، محاولة أمريكية للحصول على امتيازات معينة في داخل ميون، في داخل سقطرى، في داخل أماكن، لكن اليمنيين لا يقدرون ثمن هذا الموقع الذي يمكن أن يترجم مستقبلا اليمن. العالم الآن يتهيأ إلى طريق الحرير الحديث بعد القديم، واليمن مكانته القديمة ومكانته الحديثة أكثر. العالم الآن يصرف 500 مليار دولار الآن في الوقت الحالي الذي أتحدث فيه معك، يجري استثمار أكثر من 500 تريليون دولار في طريق الحرير ما بين الصين إلى داخل أوروبا.
أيضا طريق الحرير لن يكون مكتمل. لا، أحد محطاته الرئيسية هو وجود اليمن بموقعها الذي موجود فيه، هذا سيترجم في المستقبل تبادل اقتصادي، ترانزيت، خدمات. هناك اقتصاد الصيني مليار ومئتين مليون، مليار موجود في داخل الهند، إذا مليار موجود في قارة أفريقيا. هذا الموقع يجب أن تستثمره السياسة الخارجية في اليمن من أجل الحصول على شراكات ومنافع كبيرة تقوم بتسويق نفسها، تقوم بتسويق نفسها دوليا للاستفادة للقيام بشراكات وفوائد كبيرة في المستقبل. كيف؟ من خلال بناء شراكات. في الأخير يعني كي نختصرها بسهولة، يمكن أن نقول أنه يعني لاحظ حولنا مثلا في داخل عمان لديها تعاون عسكري وأمني مع داخل بريطانيا، السعودية حليفة، قطر فيها قاعدة أمريكية، تركيا حليفة ناتو وأحياء مع روسيا، إيران موجودة مع روسيا. يجب اليمن أن تبحث عن تحالفات على المستوى البعيد وخصوصا مع حلفاء نزيهين، من هذا الحلفاء يعني بدرجة أو بأخرى تبحث عن شراكات مع الصين ومع داخل مع الاتحاد الأوروبي للقيام. هم بحاجة أرخبيل سقطرى، بحاجة يون، بحاجة اليمن كموقع للمستقبل على طريق الحرير، ونحن أيضا بحاجة إلى خبراتهم، نحن بحاجة إلى خبراتهم في بناء مؤسسات الدولة. لهم خبرة 300 إلى 400 سنة في الدولة فيما يتعلق في بناء الدولة. مصالح في الأخير الشراكة اللي هي موجودة مع بين دول إفريقية مثلا، الآن إفريقيا تشهد ذنوب في غانا، في داخل موزمبيق، في داخل إثيوبيا، في رواندا تبلغ معدلة النمو إلى من حدود إلى 12 إلى 13%، وكله بمساعدة بالقيام مع شراكة بين الاتحاد الأفريقي وبين الدول الأفريقية ومع بين الاتحاد الأوروبي. بالإمكان أن تكون اليمن والسياسة الخارجية، وهذا ما أتمناه من صناع السياسة الخارجية في اليمن، أن يقوموا بشراكات مع الاتحاد الأوروبي باعتبار أن أمريكا هي أكثر براغماتية وأكثر ابتزازا فيما يتعلق بسيارتها الخارجية، وباعتبار أن روسيا أيضا هي بلد غير ديمقراطية يبحث عن شراكات لكن مع ديكتاتوريين، وبالتالي يجب على الحكومة أن تبحث عن شراكات في هذا الاتجاه، شراكات اقتصادية كبيرة مع الصين، شراكات سياسية وعسكرية وأمنية مع الاتحاد الأوروبي، نعطيهم امتيازات، لا مانع أن نعطيهم امتيازات معينة مع احتفاظ بكامل السيادة. لاحظوا كيبوتي يعني أحد عناصر قوتها هي موجودة بعض القواعد ولديها الحق في إخراجها في أي وقت. هذا احنا لازم يعني باختصار اللي ما عندوش كبير لازم يبحث له كبير. العالم يدور الآن وفق تحالفات وفق الشراكات واستراتيجيات كبيرة، وعلى اليمن تنتهز هذه الفرصة للبحث عن هذه الشراكات مع شركاء هم أقل الأضرار، هذا الأوروبي. نعم. إذن اسمح لنا أيضا أن ينضم معنا عبر الهاتف الصحفي عبد الرقيب الهدياني. مساء الخير أستاذ عبد الرقيب. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ عبد الرقيب. كتبت في صفحتك الشخصية على الفيسبوك عن زيارة السفير الفرنسي كأول سفير يزور اليمن منذ 3 سنوات ونصف تقريبا، ما هو يعني تعليقك على هذه الزيارة؟ طبعا زيارة السفير الفرنسي للمغرب، الزيارة كانت أيضا برفقة وفد كبير، وفد دبلوماسي وناشطين فرنسيين. هذه الزيارة هي الأولى لسفير دبلوماسي أجنبي منذ 3 سنوات ونصف إلى محافظة مأرب. الغريب أنها إلى محافظة مأرب وليست إلى العاصمة المؤقتة للشرعية اليمنية. مأرب تحظى يعني استقرار أمني، تحظى بحضور الدولة، مؤسساتها مؤسسات الحكومة قائمة. هي منذ سنوات يعني هي قبلة لكثير من الصحفيين والناشطين الأجانب الذين لم يجدوا مكانا أو نقطة، هكذا كتبوا حتى في الصحافة الغربية أن مأرب هي نقطة الضوء في وسط هذه العتبة اليمنية التي يعني تموج وسط الحرب ووسط الانفلات الأمني والفراغ والفوضى كما في المحافظات المحررة. كان ينبغي أن تكون عدن هي رأس النقطة. نعم يعني النموذج صحيح عند هذه النقطة، يعني نحن نسعد لمأرب أن تكون نقطة الضوء في عتمة اليمن، ولكن أيضا كنا نتمنى أن تكون عدن كعاصمة سياسية هي نقطة الضوء الأكبر ربما. يعني برأيك لما لم تنشط عدن في هذا الجانب رغم أنها العاصمة الاقتصادية السياسية عفوا والتي يفترض بها أن تستقبل مثل هذه الزيارات؟
عدد أريد لها أن لا تكون العاصمة المؤقتة رغم إعلانها من قبل الحكومة الشرعية، ولكن يعني لنكون صريحين، من يدير المشهد الأمني في عدن هي دولة الإمارات العربية المتحدة وبتواطؤ من التحالف جملة وتفصيلا، وبالتالي عدن منذ 3 سنوات أغرقت في الفوضى في الانفلات الأمني، تحررت من ميليشيات الحوثي ومن الإنقلابيين، وجرى إقامة ميليشيات على أنقاضها. حتى اليوم عدن بلا محافظ، جاء عدة محافظين ولم يتمكنوا من العمل، أغلق مبنى السلطة المحلية في وجوههم، أقيمت سلطات موازية لسلطات الدولة، وتحولت عدن إلى إقطاعات تتنازعها ميليشيات الحزام الأمني وميليشيات شلال علي شايع، وكلها تديرها الإمارات لا تريد لعدن أن تكون نموذجا. نعم، يعني هذه النقطة أصبحت واضحة للجميع أستاذ عبد الرقيب، وأصبح الجميع يتحدث عنها بدءا من وزراء في الحكومة إلى الناشطين إلى الصحفيين إلى الناس في الشارع، أصبحت مسار سخط الجميع ربما. إذن يعني ما الواجب على الحكومة والتحالف أيضا عمله خاصة لرفع يد الإمارات من الملف الأمني في عدن لتعود صغر اليمن الباسم كما كانت؟ الكل يعني هنا الكل هنا يعني قصر في واجبه. الإمارات أخليت لها الساحة لتعبث بعدن ولا زالت تعبث بها حتى اليوم، والرئيس عبد الرب منصور هادي يعني رفع يده ويقيم في الرياض، ورئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر كان ينبغي بعد انتصاره في سقطرى أن يتوجه إلى عدن، ولكن عرج على عدن وكأنه طرد منها، وخلال نصف ساعة توجهت الطائرة إلى الرياض. بالتالي على الحكومة أن تقوم بواجباتها وبمسؤولياتها تجاه هذه المناطق المحررة. عدن اليوم هي خارج، اليوم يغادر آخر ممثل أو آخر نموذج أو مسؤول من الحكومة الشرعية وهو نائب رئيس الوزراء أحمد المنكري، اليوم يغادر من عدن. إذا عدن اليوم خارج سيطرة الدولة، خارج سيطرة الحكومة الشرعية، وهذا ما قررته حتى التقارير الدولية وآخر رسالة للجنة الأزمات الدولية. وبالتالي على الرئيس عبد الرب منصور هادي أن يتحرك. الصمت اليوم صحيح، هذا ما ننادي به دائما وما نتحدث به، ونتمنى أن يعني نجد ذلك التحرك سريعا. شكرا جزيلا لك عبد الرقيب الهدياني الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف. عودة أخيرة لك أستاذ فؤاد. أستاذ فؤاد، يعني برأيك كيف يمكن أن تساهم فرنسا والمؤتمر المزمع عقده فيها التخفيف من معاناة اليمنيين من وجهة نظرك؟ نعم، هو المؤتمر المزعم عقده في نهاية يونيو كعادة كل المؤتمرات الشبيهة بهذا المجال، هو سيكون مؤتمر للاستجابة الإنسانية، سيتم فيه طرح المعوقات لوصول المساعدة الإنسانية، سيتم فيه مناقشة موضوع الحديدة، ومن هنا أيضا يمكن أن نربط ما يجري الآن على الأرض عسكريا فيما يتعلق ب التقدم في الساحل الغربي من أجل الدخول الحديدة حتى تخف موجة الانتقادات، لأنه المنظمات والكثير من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تنتقد الحصار، تقول أن هناك نوع من أنواع الحصار على اليمن، وأيضا تحذر بشكل كبير جدا من التداعيات الإنسانية التي قد تنتج بعد تحرير الحديدة. فالتقدم الآن هو في هذا الاتجاه، التقدم هذا سيفضي قبل نهاية التقدم في داخل الحديدة، سيفضي من الآن إلى نهاية شهر يونيو إما بتحرير محافظة الحديدة بالكامل، وبالتالي سقوط ورقة الضغط هذه التي تستخدم بشكل كبير من المجتمع المدني الدولي والمؤسسات المنظمات والوكالات الأممية ضد المؤسسات الأوروبية والأمريكية في هذا الاتجاه، أو أنها ستفضي إلى شكل من أشكال الحصار على مدينة الحديدة، بحيث أنه يتم الضغط على الميليشيا الانقلابية الموجودة في داخل الحديدة من أجل الوصول أو العودة إلى المقترح الأممي الذي تم طرحه مع المبعوث السابق قبل تنحيه، وهو المتعلق بوجود آلية أممية لإدارة الحديدة. فالتقدم الآن الذي يجري الآن في داخل الحديدة هو مرتبط أيضا
مفترض أنه مجدول بشكل ما أو بآخر مع الأجندة المرتبطة نعم. بمؤتمر باريس. نعم. إذن شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث فؤاد عامر، كنت معنا عبر سكايب من فرنسا. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.